الأسبوع الثالث لمواليد الميزان من شهر أيار ماي 2023 جيد يا عزيزي، هو أسبوع الانتقال، انتقال كوكب جوبيتر إلى برج الثور من بعد ما كان عم بيعاكس لسنة كاملة ببرج الحمل. يوم الثلاثة بتبلش فترة جيدة أو فترة بدنا نقول جديدة ما إلى سابق لها، يعني الثلاثة أول أسبوع بتكون في موقف تزداد حماوته، وهالموقف بيكون قديم وبيتسبب لك ببعض الاشتباكات بين 16 و 17، ومع انه عم بيرحل من معاكستك كوكب جوبيتر، الا انه بهاليومين 16 و 17 لازم تبقى حذر جدا، دقق بالمعلومات خلالهم وما تستسلم لأول انذار او أول تهديد. يمكن بين الخميس 18 والجمعة 19 تكون متضايق وتقول بتحدي ما تجربوني، وكأنك عم تشعر أنه الأمور بتسلك درب أكثر سهولة، يعني بتنتقل من فترة القبول إلى فترة التحدي، وهالشيء بيحصل بآخر الأسبوع، يعني بين السبت 20 والتنين 22 تتحسن الأحوال برعاية الأفلاك الكتيرية اللي هي مارس وجوبيتر وغيرهم، وبحكي عنهم بالأسبوع الجاي.